جزيلاً. كما يمكنكم أن تعرفوا من رئيس وزير الخارجية قد غطينا كثير من الأمور. بالنسبة للولايات المتحدة فإن مصر مهمة أكثر من أي وقت مضى. وهناك الكثير الذي نقوم به سوية، ونستفيد كثيرًا من حقيقه اننا نقوم بذلك معا اريد ان اشكرك يا صديقي واريد ان اشكر الرئيس السيسي على الترحيب الحار في القاهره واريد ان اؤكد على جوده الأحاديث التي دخلنا فيها معا وفي إطار الحوار الاستراتيجي المشترك، سنحت لنا الفرصة هذا الصباح في إطلاق الحوار الاستراتيجي، وهذا يؤكد على التزام كلا بلدينا بالاستمرار في تعزيز علاقتنا وتعزيزها بطريقة تركز على خدمة شعوبنا. وأنا أريد أن أشكرك بدر وأنا اشكر فريقك على هذا الحوار وعلى هذه البدايه الجيده. لقد حققنا تقدما في كثير من الاولويات بما في ذلك التنميه والحوكمه والاقتصاد وانا اعلن عن 129 مليون دولار من التمويل الاضافي للاستثمار في للاستثمار في مئات المنح التعليميه العليا وتشجيع رياده الاعمال وتحسين الصحه في المناطق الريفيه. معا نحن نحقق التقدم الاقتصادي ونوسع الفرص الاقتصاديه للمصريين والامريكيين ونساعد النساء من رياد من اصحابات الاعمال الصغيره على الوصول الى التمويل وتوسيع الاستثمار الخارجي المباشر ليتعدى الألف شركه امريكيه الموجوده هنا في مصر الولايات المتحده تدعم جهود مصر في على اصلاح اقتصادها لكي يصبح اكثر تنافسيه وديناميكيه في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر قمنا باستضافه اللجنه الاقتصاديه الامريكيه المصريه المشتركه من اجل تنميه التعاون الاقتصادي وسوف يست... نشجع مشاركه القطاع الخاص ايضا وفي الشهر القادم سوف يستضيف الممثل التجاري الامريكي جوله من المحادثات للتعرف على خطوات اضافيه لتعزيز العلاقات التجاريه لمساعده مصر على اجتذاب المزيد من التجارية. التجاره والاستثمار. وبناء على دور مصر القيادي في مؤتمر المناخ واستضافتها للمؤتمر 27 سب فاننا نعمل على الاستمرار في تسريع عجله التحول الى الطاقه النظيفه وسوف ننظر هذا الاسبوع في مشاريع الهيدروجين وايضا توليد الطاقه الشمسيه وهنالك قدرات هائله لاستخدام التقنيه المتجدده. كما أشار وزير الخارجية شاركت تناقشت أنا والرئيس السيسي على التهديد الوجودي لمصر وموضوع المياه ونحن نستثمر سوية في موضوع التعليم وهذا من الأشياء المهمة التي نقوم بها من أجل مستقبل الشعب في كلا البلدين والروابط بينهما وهذه الاستثمارات ضرورية لإطلاق قدرات مصر ولجنة التعليم سوف تقوم بتأسيس كثير من المدارس وأيضا لتعليم العلوم والتكنولوجيا وهذا يغطي كل الجامعات حتى يتمكن المصريين الشباب من التحضير للمستقبل وفي وقت لاحقا من اليوم سوف يقوم ممثل عن ثلاثة جامعات امريكيه مهمه بفتح حرم جامعي لهم هنا في مصر، وهذا يعطي الطلاب المصريين الفرصه للحصول على تعليم امريكي هنا في مصر. وهذا ايضا نعمل ايضا على تعزيز جهود مصر في وتراثها واثارها بما في ذلك الجهود لادراج معبد ابيدوس آه على قائمه اليونسكو للتراث العالمي. الولايات المتحده ترحب بالخطوات التي اتخذتها مصر في السنه الماضيه في مجال حقوق الانسان واطلاق سراح المعتقلين وتعزيز اجراءات اصلاح مراحل ما قبل المحاكمه. وايضا حل القضايا التي تنطوي على حظر السفر وكما اشار وزير الخارجيه مصر تتخذ هذه الخطوات لانها في صالحها ونحن آه ايضا نشجع الخطوات التالية الاضافيه التي سوف تقوم بها مصر في مجال الاصلاحات وبما في ذلك الاستمرار في العفو عن السجناء والتاكد من ان الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان وجميع الاخرين سوف يتمتعون بحقوقهم هناك اهتمام من كلا الحزبين في الكونغرس الأمريكي في استمرار مصر في تحقيق هذه المجالات وتعزيز الشراكة بين بلدينا لإفادة أيضا الشعب المصري مرة أخرى كما أشار وزير الخارجية ناقشنا أيضا كيف بإمكاننا أن نعزز التعاون الأمني الطويل الأمد لطالما قدمت مصر مساهمات في مجال حفظ السلام في الكونغو والسودان وغيرها من المناطق ولا تزال مصر شريكا لا يمكن الاستغناء عنه في السعي وراء هدنه في غزه تعيد الرهان وتخفف من معاناه السكان في غزه وتؤسس لسلام طويل الامد. اريد ان اشكر الرئيس ووزير الخارجيه ايضا على التزام مصر بهذه الامور وناقشنا اهميه تحقيق هذه الصفقه وهذا سوف نستمر بالسعي yeah okay. إليه مع نظرائنا، ونحن نعتقد أن الهدنة ستكون أفضل طرق، طريقة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتخفيف المخاطر على الاستقرار الإقليمي، وهي مخاطر أعرف أن مصر تشعر بها بشدة وعلى وجه الخصوص استمرار الحوثيين في بدعم من إيران في مهاجمة التجارة العالمية في البحر الأحمر، وهذا كلف مصر نحو خمسة مليارات دولار من العوائد الضائعة. لقد لعبت مصر دورا حيويا في الصراع في السودان وهو أسوأ أزمة إنسانية في العالم وبالعمل مع شركائنا في السعودية والإمارات وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حققنا كثير من التقدم في الشهر الماضي وفتحنا معابر لتسمح بعبور المساعدات الإنسانية وهذا التقدم مهدد الآن بسبب حملة جديدة من قوات الدعم السريع في الفاشر وقد تسببت في مقتل ونزوح الالاف من الاشخاص على قوات الدعم السريع اتخاذ كل خطوه لحمايه ارواح الابرياء واحترام التزاماتها لحمايه المدنيين وعلى القوات المسلحه السودانيه ايقاف قصفها العشوائي للمدنيين وعلينا جميعا القيام بالمزيد لانهاء هذه الحرب البشعه والبناء على ما حققناه في جده في الاسبوع القادم خلال اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده سوف اقدم عرضا لفتح ممر انساني لحمايه المدنيين وايقاف العدائيات. نحن شاكرون على مشاركه وقياده مصر لهذا الجهد وايضا سخي الشعب المصري في استضافه مئات الالاف من اللاجئين السودانيين كما ان مصر تلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار في ليبيا بما في ذلك جهود رفض البنك المركزي هناك كما سمعتم من كلينا هذه هي مجرد بعض ليست كل القضايا التي ناقشناها ومرة أخرى فإن هذه اللحظة المليئة بالتحديات تؤكد على أهمية شراكتنا مع مصر الحوار اليوم مهم جدا ليس فقط لانه يذكرنا بما هو على المحاك ولكن بما هو ممكن تحقيقه لشعبينا وللمنطقه شكرا